يا أمر بضيني والويني والعاني والعاني. ما بدي ياكي معي يلا من راس طلعي، ما عاد رح فكر فيكي، ما عاد رح فكر فيكي. لطيزي 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 لا ترجعي. لا 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 لا، شو هيدا يا حياتي؟ شو هالأغاني الهابطة؟ شو هيدا؟ لك شو عم بيقول هيدا؟ ما سمعتي شو عم بغني؟ كيف عم ترقصي على الأغاني الهابطة يا حياتي؟ ورني موديلك وألوانك، نقصتني حواصل خطيبتي. ما شايفني أخذ البايات عم نزلي صفق على اليمين وعلى الشمال؟ لك شو هالكلمات هيدي اللي عم بقولها؟ كيف مسجلة بالاستوديو؟ ما سمعتي شو عم شو قال الزلمة؟ شو قال؟ لك قال لطيزي، كيف مسجلة بالاستوديو هيدا؟ ايه عبرني موديلك وحياة عيونك ما سمعته. يقول لها مؤخرتي لقفاي، كيف بقولها هيك بالوضوح؟ هيدا عم هيدا عم بيتحداني بعقر داري هيدا. شبرو انا بدي اعمل له اغنية حطمه فيها، بتعرف شو بتقول؟ شو بتقول؟ لأي؟ لا فوزي. لأي؟ لأي شغلي بجسمي لا ترجعي مزاله هاي. طب خلص يا قبرنا مضايقة حياتي. تم الله يرحمك يا فني يا عبد الوهاب يا صنباطي. شو هالأغاني الهابطة يا عبد الرصي عليك؟ رصي هالأغاني، ما أنا عندي أغاني كمان. بطلني قلب خلاص. شوفين معصب شوي هلأ وجيت شفتك. ايه أحسن. أيوة بدأت شوي. ايه 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 تمام. هلا ماشي حياتي. ايه كيفك انت؟ تمام. طب مين تاخر علي اليوم؟ ايه حياتي سوري، بس علقت بعجقه سير وكان في عندي شغلي هلا عم بعملها. في عنا عم بعمل كليبات جديده واغاني وهيك. كليبات من دوني؟ ايه عن البيض. ما هلا بدي يصير بيع بيض ولك. كيف ما بتقلي؟ ايه عامل بيض. شو عامل؟ بيض بلدي. ورحنا تنشوف المطرح بقى نصور فيه كليبات. خبرني أغنية اسمها بيضاتي يا بيضاتي. يا أبر موديلك ألوانك وكل شيء معهم هنا. قل الغنية قول شو بتقول. شو أي بيضاتي يا بيضاتي يا ثلاث أرباع رزقاتي. وهيك يعني فيها إشي حلو يعني. ما نعملها كليبات؟ إيه مين بده يرقص على البيضات؟ هاتي مين غيرك بيعمل الكليبات يعني؟ أنت بت ايه طبعا انت اول ما هيدا طبعا. ايه احضر. مين كان في عنا؟ مين صاحبك كان هون بغيابي؟ مين كان في عنا حياتي؟ لك فوزي. مين؟ يا الله شو اسمه هيدا؟ بضل انسى له اسمه مع انه بيكون معي كل يوم. المتعهد. يا الله انور. انور انور النعسان. 100%. ايه شو بده الاصعب؟ اجى لعنا قعد شوي، قلت له انطر نطر، قعد شوي كثير. انا جيت وفل، جيت على الصالون نطرتك. هو راح قلت له ليك شو كان بدك منه؟ ايه شو بده هيدا؟ ايه قام قال بده اياك على هيدي الكروز، ما كروز بدري شو تعملوا حفلات. قلت له شو يعني؟ ما بفهم انا بالموضوع. قال لي باخره. قلت له ما فيني فيدك لانه ما بعرف اذا فوزي بخاف من الباخره. انت بتخاف من الباخره؟ انا كل يوم باخره. لا انا باخره الصبح، باخره الظهر، باخره عشيه. اوقات بشرب فنجان قهوه باخره حياتي، ما عندي مشكله. لك يا قلبي هيدي اللي بتبلبط بالميات. ايه قال لي عنده حفله على الباخره. قال لي عنا. بس حياتي انا معقول غني مع مطربين درجه 10 على هيدي الباخره؟ بدي يعني غني مع قازم الساهر وعاصي حلاني وهيك. فشر على رقبته. قلت له ليك اذا بيطلعوا هني بالاول بغنوا وبطلع انا بختم تكرم عينك. قال لي لا بتنقبر، بتطلع انت بتغني بالاول. لكانوا اجوا العالم بيرجعوا هني بيجوا بغنوا. بحبك كثير. قلت له اوكي، بس في عنا مشكله الافيش، افيشات يعلينا خلصنا بقى منه. ما تقلي بده يحط صوره كاظم قد صورتك على الافيش. يا ريت افيش صوره لالي على الافيش حياتي. فوزي شو فيني اعمل؟ يعني مين وقازم؟ ما احترامي اذا عنده اغنيه اسمها مدرسه الحب، ما انا عندي دنا بالكلب. مين اغنيه مشهوره اكثر؟ انت طبعا يا قبرني موديلك الوان. قلت له اوكي رح نغني له. ايه بنغني له، بس بطلع بالاول بعمل له مثل نكت، بنكت شوي وبحط اغاني وهيك بعمل. ايه حياتك كثير. انا بموت بنكتك. عن جد حياتي؟ وانا كمان بموت بنكتك. انا بحلم بنكتك كل الليل حياتي. اوقات بوعى الصبح مبلل من نكتك كل الوقت. انا ببلك فوزي. لا حياتي بانه بنكت خبريني انا ونايم نكت حلوه، فبتصيري انت يعني نكتك يعني يطلعوا حلوين ومبلل. طب فوزي طب شرفك، خلينا نروح نتسلى شوي. ايه بنروح. يلا شو رح نغني له؟ عندي اغنيتين بطرقهم وبنزل. يلا قل لي اول وحده. في هيدي بلي صبحت. صباحت الخير. لك هاي ما بعرف. ما بتعرفيها؟ بدك سمعيك اياها؟ يلا. اي داوزن. اي يلا. حبيبي داوزن مش استفرغ. داوزن. طيب حياتي عم داوزن.
قال له صبحت الخير عليك، صبحت الخير عليك، الخير عليك، الخير عليك. شو اشتقت لون عينيكي، شو اشتقت لون عينيكي، عينيكي، عينيكي. صبحت الخير عليك، يعني هي فيها هيك طلعات نزلات اهات مواويل وهيك. ومفقوس مني عم برقص على لطيزي حياتي، هيدي اغنيه هابطه، هيدي عم بغني لك اغاني تراثيه فولكلوريه. اي ما حبيتها خلص. في واحد ثاني، في واحد ثاني بتعرفي، هيدي من كلمات الشاعر المرهف فؤاد مضرط. فؤاد عمله؟ الحان سلمان فسوي. ييه هول بحبهم كثير. ايه هودي مضرط فسوي بيتعاونوا دائما مع بعض بيعملوا الحان، وانا بحب اتعاون معهم لانه اساميهم بيشبهوا نفسيتي واعمالي. مر نفسيتك. نعم غني لنا. سامعك اياها؟ هيدي اسمها البستيلي. قال له ما دوزنت قبل شوي. قال له البستيلي فص طانك ولعبتي بزرارو وانا اللي بخش شاكي تروحي وتزبليني قلتي لي ارحمني لاني عشقاني عين ورداتك قطفتن عنك يا كسلاني. خلص لوين؟ شو لوين؟ ولك قوم. لك لوين؟ ولك على الأوضة. على الأوضة؟ شو في بالأوضة حياتي؟ ماني نعسان، من هلا بدك تنامين بالأوضة؟ فوزي مين؟ مين جاب سيرة النوم؟ ما أنت عم بتقولي لي على الأوضة، شو بيعمل بالأوضة؟ ما إلك ساعة كس لاني قط. قط. يلا فوزي. حياتي هلا فهمت عليك. هيديك الشغله الثانيه اللي عمل الاوضه. لا حياتي بس اسالك شغلي، على هيدي الضربه اللي ضربتيني اياها والنقزه ما بقى يمشي الحال. من هلا عم بقول لك انا بعرف حالي كثير منيح، ما بقى يمشي الحال. ضربتينا، نقستينا، ما بقى يمشي الحال. نقستينا او مينا؟ ما بقى يمشي الحال حياتي، ما بقى يمشي الحال. عم بقول لك انا ما بدي انبخي عجوه قدامك، انا بعرف حالي. اي فوزي شو بنعمل يعني؟ ساعديني بشي بركي، اذا ساعدتيني ممكن انه هيدا بركي، اذا بتساعديني ساعديني. ساعديني شو بعمل لك برقص لها؟ اي اثبتوه علميا، ارقصي لنا شوي، ارقصي لنا. فوزي ما كل يوم رقصنا. هلا ارقصي لنا شوي. اكيد. اي جربي يلا تعي نجرب. شو بعمل لك يعني هيك؟ ايوه 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 شرفة. ايوه 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 فوزي يا لا لا لحظة حياتي مش الحال على الآخر. برافو هذا اللي بدي اياه. مش الحال على الآخر. شو برافو يا حياتي مش الحال على الآخر؟ شو أنا قلت لك ساعديني مش توحشني علي هاي فوزي. شو يعني مش الحال على الآخر؟ يعني هلا بدي غير البنطلون حياتي. لك قوم بقى خلصت منك الحالية اللي قاعدة كل الليل نطرتها. شو مجال أنا قلت لك شوي اهلا وسهلا فيكم بالبرنامج الاجتماعي الاول بلبنان والعالم العربي احمر بالخط الجالس لنشر ال15 ام 44 وانفتحت. اعداد وتقديم محسوبكم طوني مالك معلوف. موضوع الحلقه الليله عن الخيانه الزوجيه، طبعا موضوع جديد ما حدا متناوله بهيك نوع من البرامج. بلا طول سيري خلينا نستقبل سوا السيده جانيت. سجنات بس بتروس بالبداية سؤال سؤال غير تقليدي، ليش عم تبكي؟ حيوان. نعم مين هو هذا؟ جوزي. ايه ايه ليه بقى؟ كلام كبير. حيوان لأنه خيني بس شو أنا ما فيني بسألوا لي شو في كاميرا بكي. كلام كبير.
لك 6 سنين مجوزة وعندك 3 أولاد وفجأة من أسبوع ضبيتي غراضك وتركت البيت وبدك تطلقي. صحيح. شو صار؟ خبرينا تفاصيل. بكل صراحة شفته ببيتي. نعم. بأوضتي عتختي عم خديتي عم بخوني مع 2 الحيوان. ايه ايه ايه. طيب منظر كان اوكي اذا بتشوف من كيفه. اوكي رح نرجع لك، ولكن خلينا نستقبل يلي كان عم بخونك معه. لا اذا بتريد ما بدي اتواجه انا وياهم لانه تواجهوا. اتفضلوا صبايا. بطلي زعلانة بطلي زعلانة طلعت له وحدة بدربه بطلي زعلانة بطلي عم بصور؟ سوري لايف نحنا ببعض أول مرة بطلع على التلفزيون شايفة شو حلو؟ ارجع يخلع نيعك خلع كسبر وبعيد شو عم بصدق شو عم تعمل هيدا العربة هون؟ هي صاحبة القضية صاحبة شو؟ صاحبة القضية المشكلة ما نحكي سوري سوري بس ما فيني اتواجه مع بفرد محل شو يعني؟ بليز اعفيني ما ناقصني مشاكل وجدي ما ناقصني وجع راس شو يعني؟ وجدي خليني فل نو واي وجدي نو واي ولو خلص وجدي بليز دعني وشأني لا وجدي خلص انه اوكي جي ارجوك بترد جي طيب شو يا قلت لك ما بدي اتعاطم خلص بدك كرمال بس كرمال كرمال خليك انا رح ابقى بس كرمال بجدي ايه برافو مش كرمالك ايه اللي بقلك اصلا انت بدي ما حدا اجى صوبك سنيعك وسكر بوزك ستي بوزك سنيعك بتقول سكري بوزك سكر ريعك سكر ريعك ليك ولا انت وياه بطرقك كف من قفا ايدي انا بدي اعوزك بفكر حالك شو بتعمل شو مشكلتك اول شو مشكلتك ما تبلش زيح بدي اضربها بليز ما تبلش لا اضربها وزي انا بدعوس مجدي بدعوس انا بدعوسك مجدي بدعوسها لا شيل ايدك وليه؟ ليه تعال هون اذا شيل ايدك تعال هون ما بدي اجي شو اذا بتريد يا بيتعاطوا معي بكل تهذيب يا اما نفل تفضل تفضل تهذيب انت بلا تهذيب بس ولا شباب شباب عدو شباب بعينك لا عمرك شو فاجر بدنا نروق انت جوابك تنقدر نبلش الحلقه بدنا نروق اوكي انا رايق خلينا نرجع على البدايه اوكي كيف تعرفتوا على جوزها للست بحكي احكي اوكي كنا انا ووجدي نعم. كنا عم نسوق السياره وطالعين على الاوتوستراد وكل الشيء ومبسوطين ولا لا 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 وعم نغني وكل الشيء كان عندنا موعد مع سوزان الاسد بس عم بعد بتذكر كنا عم نسمع غنيه شكي شكي بابا شكي شكي بابا عني عني يابا كان عندنا موعد مع مع سوزان الاستاسيان مزبوط كان عندنا موعد مانيكير وباديكير وابيلاسيون اوكي نحن ومشينا وكل شيء وهيك وعم ويا وحيد امي مثل ما عم خبرك اوكي نحن وهيك وكل شيء بنسمع صوته بيعمل هيك شو 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 هيدا بس شو هو فقع الدولاب اه بتحبل هيك اصوات وكل شيء وجدي ناقص جينا بدنا نغير جيت انا قلت له لوجدي قلت له اعطينا خلينا اقول له طيب انه اوكي سوري اوكي 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 احكي قلت له اعطينا مفتاح الجنط قال لي نسيب البيت اها لحظه شو معقول يكون عم يعمل مفتاح الجنط بالبيت للاستعمال الشخصي تفضل شو بليز ماني مضطر اسمع هيك تفاصيل ما حدا عم بيحكي معك خليني اكمل تفضل تفضل ما حدا جاب سيرتك كفي له انت بعد بسكر كاتري عم بتشتى اوكي شتى شتى واو شو صار قاعدين بالسياره انا وبجي اوكي لانه ما بنعرف نغير دواليب اوكي اضطرينا نطلع لبرا عبقت ما حدا بشوفنا انه نحن مقطوعين او شيء اضطرينا نطلع نوقف برات السياره بعد بسكر عم بيهطل المطر اوكي تشتى الشعر بدن شو هالوصف وقف شعر بدن سقعت اوكي واز يقبر قلبي بيجي سبير مين سبير؟ سمير سبير مين سبير؟ سمير جوزي سمير اكس بليز اكس جوزك انت وياه كان جوزك جوزي غصب عن راسك وراسه وبي وليدي زحتك فشلته حط لك صابونه حلق لك بس حلق لك على الناس ما تخليني انا اقول لك وين بدي احلق لكم انت وياه خبس بعيونك ما في ولا وبره اه
خلص مش قادر بقى عن جد مش مسموح. طب خلينا نكمل. كبلة ما يسخ. اوكي صحتها. بيجي سمير يقبر قلبي يقبر قلبي بيجي هيك وبيعرض عضلاته. نعم خدماته بيعرض خدماته. اوكي غلط فيها الشيء. اوكي نطقنا على الحرف. بيجي بغير الدولاب بايد واحدة قد ما هو هيك هيك غيره. واو حلو حلو كثير. واو فانا بس غير الدولاب نحن ما حبينا ثقيلة كثير حبينا نرد له الجبيل. اوكي لانه معلش مسيو نحن ما بنحب نخلي شيء علينا. ما بنحب نخلي شيء. لحظة لحظة شو قصدك فيها جملة بالتحديد نحن ما بنحب نخلي شيء علينا؟ شو قصدك فيها؟ بقول شو قصدك بتحب تخلي شيء علينا قصدك؟ لانه بدبق. شو هو هيدا غير موضوع. هو قصده شيء ثاني بس تخلص بتشطف لا بدب. اوكي شو خصك شو حلو يا بابا يقطع عمرك بدي تعمل. على كل حال انا في شغله مش عم بفهمها. زلمه مجوز وعنده اولاد كيف ممكن يقلب هالقلبه؟ يقبر قلب يقبر قلب كيف قلب بين يقبر قلب تفكره عيب جنبال بيقلب هيك وبيقلب هيك قد ما قرد بعرف ايش على الحيطان. لا بتشوف شاطر بال 68. واو شو هي 68؟ انت بتعرف 69 مع واحد صح 68 مع اثنين. خلص بقى بس مش معقول ما ضمينا كثير قوي. على كل حال انا التقيت فيه لسمير. شفته؟ ايه طبعا شفته. سالك عنه؟ لا ما سالك. جاب لك سيرته؟ لا لا ما سالك. بعت لك كج؟ لا بس بعت لي له شيء مجه؟ ما بعت شيء لا لا ابدا. بس باطار التحضير للحلقه انا التقيت فيه وخبرني شغله كثير مهمه. شو هي؟ هو كان عايش حياته الجنسية بشكل كتير طبيعي إلى أن صار بعمر الأربعين. أكيد بهالعمر اكتشف حاله. أكيد بده يغير على درسه مش كل يوم مجدرة. أوكي حب يبدل ويشكل. أنا مجدرة ولا؟ مش مجدرة عادية. أنت مجدرة بصفية لبيتي شي أربع أيام بحب بدك تاكل. استرج مش بقى في على نيعة اخلع لك يا نيعة. استرج شو مشكلتك؟ خلاص أول شو مشكلتك؟ ضربها وجدي ما بدي ايدي ضربها انت. انا وياك انا فرجيكم مين بفكر حالك؟ انا بدي عوزكم بقلب هاي الطاولة على راسكم. انت؟ بجدي بيحوشك. انت قلب هي بدي عوزها. شو بدي عوزها؟ شيل ايدك من هي. يا الله يا مدام حط عقلك بهيك ساعة. اي اي ساعة شيل ايدك عم بز. مشي انزل مشي انزل. شو عم تعمل انت؟ عم بولول. مدام تفضل. يقطع عبرك شو بتوحش بس يا لك بتوقع على قد يصير في اجرام بالبرنامج والله بليز دبوا لهيدي البجربه بس انت انت قطع عبرك. بتعرف شو؟ شو؟ انا بحي تدعي تع حدا بس احد عليك. بدك تدعي علي؟ شو انت عم تتحببي بفوت صابون بعيونك وبيحترقه بس فضل. هي تحمل كامل المسؤولية إذا بصير لشيء. شو معقول يصير لك؟ يمكن سقطت. خلص لي بقى. شو عمول معروف إذا بتريد. شو بك حبيبه؟ وجدي يمكن شو... عملت تحت بيبي. يمكن مش أكيد في شيء نزل. بطش لك يا فاجرة. يا جماعة روق شوي مدام. مدام أنت جوزك خانك وظهر معهم. أوكي بس هلأ في شغلة كتير مهم بعد ما فهمتها بين مجدي ووجدي مين حبيبه لسمير؟ بعرف بحبنا لا سري أو بحبنا لا عشو بده يحب نشترط هيك دغري عشو بده يحبنا شو بتعمل؟ بحبنا لأنه أنا بغنى وبيا سجانة بحبنا مش هيك. انت ليش بده يحبك؟ شو بطعمه؟ بجمع طوابع. شو خصك ليش بحبنا؟ انا حرت جسمه وجدي. انت مش بتحب حالك؟ انت بتحب تنام؟ انت بليز بشو بحبك؟ مجدي بليز بليز بتحب تعمل هيك؟ مش قد ايه بهيدا بليز مجدي. طيب شفت شفت كيف مجدي talk to the hand talk to the hand go to hell go to hell. بتوحش. انا بتوحش يا جماعه لازم نروح. تقلكم شغلي كل مشكلة بتفوت لعندي لهون على البرنامج ما بتطلع إلا ما يكون في إلى حل. طيب في مجال إذا بتريد عمون معروف حل لي إياها القصة بقى بدي أخلص. مستعدين مستعدين تسمعوا الحل؟ نعم. الحل هو المداورة. سوري سوري المضاجعة؟ نعم أنا قلت المضاجعة. مداورة مداورة؟ إيه مداورة. سوري أنت وقح. ليه؟ شو قصدك مداورة أورج؟ لا أنا كيف يعني؟ بالدور كل واحد بدور؟ نوال شو قصدك؟ أنا عندي برستيج ما في حدا يشاركنا. أوكي طيب خلي
خليني اشرح لكم شو قصدي فيها. مداوره نحن عنا 7 ايام بالجمعه وانتم 3، بتكون مداوره عليكم مدام يعني؟ بتكوني معهم نهار الاثنين، اوكي 3 اوكي 4 اي خميس جمعه سبت والاحد الي فورت احد الي. لحظه ما تشرع الاحد 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 الي الاحد ما لك واولاده انت اسكت ولا لك ولا لك ولا لا انت بدك تعوز خلاص روح شو بيك بس شو كمان احد الي انا شو نعم انا الاحد انا حبيته لسابيع لا 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 انا 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 عملت اصلا غلط بهذا البرنامج سوري حبيته كثير قوي حبيت سابيع حبيته هلا سمير وانا ماني قادر اكفي بهالبكر بكير بالي عليك هذا شيل ايدك كثير قوي سبير شفته شو قوى قوى كثير سبير قوى عن جد حبيته روح لعنده اختليتوا سوا ولا بعد لا بعد روح لعنده يي شو رح ننبسط بال 63 هلا روح لعنده انا بلشت اعقس روح لعنده